قصة دراما. يلا خبر عاجل، انفجار. هالانفجار الداخلي محمد كيف فينا نعمل هالإنر إكسبلوجن؟ إنما الأعمال بالنيات، ما في شيء بيزبط إلا لما تكون النية في مكانها. بس أراقب حال نيتي من وين جاي وشو اللي بدي إياه، ونتذكر إنه الهدف الكوني، الهدف الكوني إنك تكون أنت مبسوط 24 ساعة. بس كيف؟ بدي أدور على اللي ما بيخلص، بدي أدور على اللي ما بيضر، أدور على الشيء اللي خلص، الشيء الأزلي. كيف بدي ألاقيه؟ مشوار بس بلاقيه، إذا كانت النية في مكانها. هلا الناس عم تشتغل ورا المصالح الشخصية والأنا والجهل والتكبر، بدها تكون النية في مكانها. لإلي ولغيري، أو شو بقول، كون أناني، لازم تكون أناني. بس كل شو الأنانية هاي؟ أنت لحتى تكون مبسوط لازم كل حد حواليك يكون مبسوط. ما فيك تكون مبسوط إذا كان في حدا لو مش مرتاح. يكون أنا النية مش الأنانية. بالضبط، مش هالإيجو. أنا النية. ما سألوا للإمام علي، قال لهم خطوتين من جهنم للجنة. أول خطوة على الإيجو، تاني خطوة أنت بالجنة. الجنة. في مواقع أجنبية للإمام علي وللإسلام منا موجودة عند العرب، وبخافوا يترجموها، يعني إنه منصير ضده. ما هو عشان هيك بدنا نشيل الطائفية بشكل كامل. الحقيقة موجودة، والحقيقة واحدة، الحقيقة واحدة، الحقيقة واحدة لكل الناس. فتش على الله، هلا فتش وين ما في الله. لكل الناس، لكل الديانات، لكل الطوائف، لكل الجهات، والشرق والغرب، والكون وهالعالم والعوالم الثانية كمان. الحقيقة واحدة، مصدر الكون كله من واحد أحد، وكل شيء ثاني بنعمله غير هيك هو عبارة عن بس نفس وشهوة وغضب وشو مكان وتكبر وهيك. قال له منين تعلمت الأدب؟ من قليل الأدب. لو ما في يوداس ما في المسيح. بدي أشوف هالطاقتين، وأنت لك الخيار مع مين بتحب تكون، شر أو خير. وينتبهوا الناس، ينتبهوا الناس، ما حدا يضحك على حاله. سهل كتير الواحد يضحك على نفسه، إنه آيف يزين يزين تزين لهم أعمالهم، أعمال الشر، فكرها إنه هي بالخير. باسم الدين، هلأ أكتر ناس انقتلت في التاريخ كله كان باسم الدين، باسم الدين وباسم الطائفة. وفكروا الأشخاص، فكروا هلأ عم بيعملوا شيء كويس، لكن شو عم بيعملوا؟ هم أسوأ شيء، فعل وردة فعل. مسؤولية الله عين أي حدا بتحملها، النار بقول لك، أو العذاب، أو نتيجة العمل يلي أنا عم بعمله رح يجيني. رح أي عمل بشوفه رح أشوفه، لا يترك صغيرة ولا كبيرة ولا ذرة ولا أي شيء بيترك لك إياه. بدك تتحمل نتيجته اللي عملته. بس يا مصيبة الشخص يلي بيعمل الشر وبيزينه لنفسه وبيضله بيكمل فيه. وكيف بميز؟ الناس حيقولوا كيف ممكن أميز؟ إحنا هلا في زمن فتنة، زمن صعب كتير. حلو، كيف بميز إنه هاي الطائفة صح ولا هاي غلط، ولا أنه اللي قتل ولا أنه اللي من قتل ولا أنه هيك؟ كيف بميز؟ ببساطة إنه برجع على الأصل. شو الأصل؟ الله واحد، الناس واحد، كله من نفس الشيء، الأخلاق فوق كل إشي، الرحمن رحيم، الرحمة فوق كل إشي. انتهى الموضوع. في زمن الفتنة لما ما تكون عارف ما تعمل خطوة، اقعد في البيت، التزم البيت في زمن الفتنة، ارفع رايات السلام في كل الوطن العربي هلا، عربي وإنجليزي، خلوا الغرب يشوفوا، لأنه الغرب واعيين لكن عم يضحكوا عليهم أهل الشر، عم يضحكوا عليهم، عم يقولوا لهم العرب إرهابيين، لازم مثل ما عملوا بال 9/11، قالوا لأسامة بن لادن وصدام حسين وما بعرف شو، إرهابيين لازم إنه نهجم عليهم بحرب، لأنه هدول أسلحة دمار شامل بدهم يهجموا على أمريكا. لكن لو كان كل شعب الدولة اللي هجموا عليها رفع أرمات سلام ونريد سلام وكذا وهيك، كان الشعب سأل قال هدول بدهم سلام، ما بدهم يحاربونا، فليش إحنا بدنا نحاربهم؟ بصيروا يفكروا في الموضوع، بيعملوا ثورات، بنعمل ثورة وعي في العالم كله، نرفع كل واحد فينا مسؤول هلا انه ينشر هاي الكلمه. بلشوا يحكوا عن التغذيه الطبيعيه، بس شو ما عملنا ما بيكفي، بدنا نضلنا نشتغل بكل لحظه، ما نضيع لحظه واحده، لانه عملنا كثير جهل وثمن هالجهل كثير كبير. فبدنا نشتغل بكل لحظه تنمحي هالخطايا اللي عملناها، هالجهل، هال ايه، تكون ايه فعل. مثلا معي بايدي انا، اكيد انه هشام بس اعطيها شيء ما راح يعرفها، لانه دائما ما بجيب شيء لهالشاب الا بيقول لي ايه مزبوط وجربته. هي ما فيني اقول لك، يعني اكيد يعني انا الطشه بس شميتها عرفتها. البديل كثير سهل ينعمل، بديل مهم كثير، وكل اللي محطوط راح اقوله وسامحوني لوقت اشتروا بن خلاص. ما رح اقول الاسم وما رح اقول القهوه، مطرح ما انا بروح وبحطوا موسيقى، يا خي خفف الموسيقى، لا هيك مجبورين نحط الموسيقى.
ما رح سمي لكم اياها، ما لها علاقه بالبن ابدا جوا. بينزلوا بنت عمرها 12 وصبي عمره 8 تحت، قلت له حطوا فرشه يعني على القليله ما تكون على الواقف، قال له بتعطيني كرسي لام عطا؟ قال له ام عطا على الواقف، قلت له ام عطا على الكرسي. هلا في هيدا البن، لحو منه بن. اذا ما شميتوه ما بتصدقوا، انا اللي شميت. منين جبتها هالفكره؟ وحده هي اللي عملتها، بتعرفيها ام نغم. ام نغم يا حبيبي بتعمل تجارب، وهي اللي عملت هاي كمان. هلا هيدي معموله من فستق. فستق بس، ما هي شو الحلو؟ الحلو انه البديل كثير سهل ينعمل. فستق بتشم ما بتقول بن، ما فيني لكم شو عم بحطوا بالبن. لحي فستق. فستق عادي، مجرد ما يتحمص هذا الفستق ريحته مثل القهوه، ما فرقت عنها شيء. ولما تعمله تغليه خلص يعني فيك تستعمله بديل، وبعدين يلي بيشربه بيرتاح الجسم، بحس انه في تاثير مريح هيك للجسم موجود. انا مره اخ معنا هون بالتلفزيون قال لي بحب القهوه كثير وبس اشربها بتوجعني معك. سلام ابو مجي. قلت له رح اجيب لك بن كثير منيح وهيك، وقلت له هيدا حقه 100 دولار بس دفعه فلان ومدري هيك انه غالي كثير. يشرب منه ويقول لي ما بتوجعني معدتي، يلا وديمتري وكلهم هالشباب، ما عليك انا بجيب. طيب كيف مين عم يدفع؟ قلت له مش انا. شربوا ما صار عندهم وجع. بعدين قال لي من طيب من شو معموله القهوه؟ قلت له شعير يا بيي. ما هو عملها كمال جنبلاط. بس اذا بدي اقول لك شعير بدك تشوف شو نحن بنشهني. حمصوا شعير وحطوا معه حب الهيل هيدي بس فستق. كانوا يقولوا فستق عبيد. فستق من السودان محمص. ان شاء الله بالسودان رح يكون عندنا خطوه مهمه كثير. بشكر سفير السودان وانت البشير. هلا هاي شغله مهمه كثير كثير كثير، يعني انه قد ما نقول مهمه قد ما نقول مهمه ما يا الله يا الله مش معقوله مش معقوله هالريحه. هلا شو هي؟ شو قصه هالشيء؟ صار لي فتره كل ما اشوف حدا بدخن بعطيه محاضره صغيره، بقول له دخيلكم يعني عم تدفعوا مصاري لجماعه المافيا يلي حاكمين العالم واخلاقهم اوطى شيء ممكن يكون على وجه الارض، عم تدفعوا لهم عم بتمولوهم وعم تاخذوا شيء فوق ال 4000 ماده سامه عم يسمم الجسم وعم يقتلك وعم يقتل الرئه عندك وعم يعمل يعني هذا وعم ياذي الشخص اللي قاعد جنبك، يعني انه وبعدين ترميها انه شكلها شيء كثير وسخ. دخيلكم عم بحكي لكل شخص بدخن، عم بقول له جربوا لاقوا هيك خلطات على الانترنت على الكذا على هيك، لاقوا خلطات اعشاب واعملوا منها خلطه تتصير انت مثلا بتلفها بتدخن هاي بتكون انها مفيده لإلك وريحتها مش عاطله. المهم فتره مش بسيطه كل حدا احكي له ولا في يوم من الايام ولا هالصحاب عاملينها خلص جربوها بالبيت وعملوها. جايبين شو جايبين؟ الكوز تبع الصنوبر، الكون تبع الصنوبر طاحنينها وهي الاساس، لان الكون تبع الصنوبر احتراقه بسيط خفيف وفيه تنظيف للجسم وللكبد وهيك كمان، واحتراقه بياخذ وقت وريحته طيبه وبشيل كل الدهونات من الشرايين. اذا بتقروا بتحطوا بتشوفوا فحاطين الاساس خلص حلو، لقينا اساس اللي هو الكوز تبع الصنوبر. شو بدنا نحط معها؟ هاي مثلا محطوط معها لافندر وشويه ريحان، ريحتها كثير حلوه كثير ريحتها كثير حلوه. صنوبر شوية لافندر ونتفة ريحان موجودين مع بعض. ممكن أحط روزماري، ممكن أحط فواكه مجففة، شو ما بدك، زي المعسل، شو ما كان سميها مثل ما بدك، بس طبيعي 100%. حلو، راحوا جابوا السيجارة العادية فرغوها حطوا فيها ولع. الشخص يلي بدخن بيرتاح كتير، بقول لك يا عمي طعمتها طيبة وعم تعطيني الشيء اللي في المخ اللي انا بطلبه من هالدخان. هالشيء مش مشكله، يعني انا مثلا ما بحبش الدخان ولا باي شكل، لكن هون هذا موضوع مهم لانه في عندنا مرض موجود في المجتمع. اذا الناس عملت هالشيء يا الله شو في بركه. ما بتلاقي اليوم شباب صغار يعني 10 12 سنه عم بيدخنوا حرام على الطرقات بوين ما كان، بالبيوت بالقهوه الارجيله وين بحسوا. يلي جربوا بحسوا الراس انعدل، بحسوا الصدر هيك انفتح، والشخص يلي قاعد جنبه عم يشم بخور ريحته حلوه. يعني انا قاعد مثلا بحده وهذا الشخص عم يدخن من هالشيء عم بشم بخور بالبيت ريحه طيبه، ما عندي اي مشكله ولا بتضايق، بالعكس وانا بتنفس حسيت هالاعشاب دخلت جوا وكانها نظفت السدر كمان، صار شيء علاجي.
طعمه طيب وكذا وما بيكلف. فتخيلوا لو كل شخص عمل هالشيء، عندي مرطبان بالبيت وانشروها دخيلكم، يلي بيعرف يلي بيشوف مثلا هالشيء يعملها انشروها، ما حدا يفكر انه كيف ممكن اتاجر، كيف ممكن اجيب مصاري، ما تخافوا. الشيء اللي نشتري ورق ما بدي فضي الدخان، لانه موجود الورق فاضي موجود كذا موجود بالضبط. وبطلب من اللي عم بيعملوا ورق بخصوص بحلب دخيلكم، ما تحطوا رصاص بالورق، اتركوا هالورق بلا رصاص لأمة العرب. بدهم رصاص كندا امريكا اوروبا حطوهم، حطوا مرض. اللي عم بيعمل ورق بلا رصاص الخبر بيكون هون. فهي هيك، ما حدا يفكر بالتجارة، انشر الفكرة بعدين خلوا ما بعرف، بس انه لازم الكل تنتشر. لو كل واحد عملها بالبيت خلص بيعمل بطحن ما بتكلفه ولا شيء، بجيب كم من صنوبرة وكم شوية لافندر وهيك ما في أي تكلفة، بحطها بمرطبان وبصير هو يعمل بحاجته، وبعدين بصير يعمل اليوم مرطبان لافندر بكره وجنبه مرطبان روزماري وهذا تفاح وهذا ما بعرف شو وهذا ميرامية للقوية شوي، بصير إنه يعملوها بطريقة معينة وموجود، وهو بيختار هالطعم يلي بده إياه، ما بيدفع شيء. شركات المافيا يلي عم نمولها إحنا بأموالنا، شو هالمال الحرام يلي عم بدفع أنا للشركة يلي هم أسوأ أخلاق في العالم، عم بيبيعوا الأطفال دخان وشي مثل هيك، هم عارفين شو عم بيعمل مكتوب عليها. المهم فما عدنا نمولهم، ما عدنا ندفع شيء، إنه خلص ما بيكلفنا شيء، صحياً ممتاز لإلي، ويلي بجنبي قاعد بشم ريحة طيبة وما بدها إياه، خصوصاً اللي عنده أطفال. يعني شو هالذنب يلي موجود على الشخص يلي طفله عم يتأذى من الريحة؟ كل 20 سيجارة بدخنها الشخص المدخن منها 8 كيميائياً، 8 منهم دخلوا في جسم هالطفل اللي قاعد بحده. نعم، سكند سموكرز كلنا. جريمة، سكند هاند سموكينج، من كل 20 8 بتدخل فيه. يعني أنا مش بتحمل نتيجة خطأي وبتحمل على جسمي، بتحمل ذنب هالشخص اللي قاعد جنبي كمان. في واحد عربي الأصل، دايماً حق العرب يعني، بس واحد من العربين عمل شركة دخان سميها سبيريت. أنا اشتريت، وصل على لبنان وأنا اشتريت باكيت. منعوها لأنه تاجر فيها. هلا بدنا الناس يعملوها بالبيت، ما بدنا حدا يتاجر، الكل يعملها بالبيت. وعلموا يلي جنبكم، خلينا خلال شهر شهرين أوكي، بعد السنة يعني من هون لسنة كل شركات الدخان ما حدا يشتري منها شيء، خلاص الكل بيعمله بالبيت صحيا وطعمه طيب وبيعدل المخ وبيعمل يلي بدهم إياه، واللي حد ما بتأذى وما في باي برودكت، ما في زبالة تنكب وانتهت. نحن الشعب يلي لازم يكون حاكم، مش الدولار فوق يعني. الشعب حاكم. هو الله الحاكم. لبوا الهرام. ما تطلبوا اكل دليفري، ما فيني اقول لك بالدليفري شو في ريحه، شيء مش متفطس، لو بتفطس بنفطس وبنرتاح، بس موت بطيء. تكونوا عارفين كل هالمنتجات، كل هالبطاطا المقليه منا بطاطا. يعني صارت خلص معروف وين ما كان حول العالم، مستشفى جون هوبكنز شو حكي؟ وين هي تبع السرطان؟ عم يحكوا الحقيقة على السرطان، هاي قبل لسه. شغلي هيك بتحطها بتمك راحت السرطان، هاي لحيان، كلهم هو عم بحطوهم بالبيوت عم بيركبوهم. أحلى شيء مما يليك موجود عندنا. هلا تأكدوا إنه كل المنتجات اللي موجودة بالسوبر ماركت وبالكذا وبالمطاعم والفاست فود والشغلات هاي، وما يغركم الشكل الحلو والسعر الغالي، بدكم تكونوا عارفين قاعدة واحدة. أي شيء تجاري التاجر بده يدور على ارخص طريقه لتصنيع المنتج دائما، هذا شيء طبيعي بالمصنع، ولانه التجار اغلبهم تجار، مش ناس اخلاقيات وهيك، بهمهم التجاره، فبدهم يدوروا على ارخص طريقه لتصنيع المنتج. يعني هاي الشوكولاته اللي بيعملها فيها كاكاو، الكاكاو بيكلف مثلا بالحبه الواحده عم يكلفني فرضا نص دولار، او عم يكلفني كذا شو ما كان، او 10 سنت او هيك، فعم يكلفني مبلغ بالحبه الواحده. بيجي مصنع كيميائي بيقول لي انا بقدر اعمل ماده بديله للكاكاو بنفس الطعم بتكلفك 1 سنت. طبعا على طول تفضل، نفس الطعم ونفس الكذا، هاي ماده كيميائيه الاولى. بيجي مصنع ثاني بيقول له انا بقدر اعطيك ماده عشان انه بدل ما تضلها على الشلف بالسوبر ماركت 3 اشهر تضلها 3 سنين موجوده، بتحطي هالماده الكيميائيه اللي بتمنع التعفن. اهلا وسهلا تفضل. الماده الثالثه، الماده الرابعه، الماده الخامسه، الماده السادسه. فما يغركم الشكل وما يغركم السعر، حتى الامور يلي اسعارها غاليه الا الامور يلي بتنتج بيتيا يلي ممكن نوثق فيها ونكون عارفين الشخص يلي عملها. لكن الاسعار يلي شعلها كل تاجر موجود سواء غالي ولا هذا، بغض النظر عن الشكل والسعر ما يغرنا، لانه التجاره عباره عن انا بدور على الوسيله يلي بتعطيني افضل مردود واقل تكلفه. هم بدوروا على هاي الوسيله، بيستخدموا كل الخدع وكل المواد يلي بتزيد هاي وتقلل هاي. هاي الخدعه يلي بينعمل بالبيت غير، بيخرب بسرعه لانه هو طبيعي، ما في مواد حافظه، ما فيه شيء مثل هيك، بيقعد بيقول لك تعال بتاكلها خلال يومين، خلال 3 ايام، بتحطها بالثلاجه بالفريزر في طريقه معينه لانها نظيفه.
وشركة الشر هي يلي بتساهم الـ FDA بأي إنتاج بتعمله يلي بتضر الناس والأطفال. واحد كرمال طفله بياخده على العالم كله تيحتى يشفي. هلأ عم بيحطوا أمراض كتيرة بالأطفال عم تجي مشوهة جسدياً ومرضياً وفكرياً بسبب إنه كيف بدنا نشلحونا مصرياتنا وصحتنا. هذا Don't Drink Your Milk فرانك أوسكي كتب هالكتاب. كان زلمة عنده العلم وبالبيت ما بيشرب حليب ما كذا بيعرف ما بيشرب حليب حيوانات طبعا إنه هاي هون القصة. أكيد ما هو كبير ما راح يشرب حليب بني آدمين لأنه نحن عنا شيء مني أنا بدي أشرب حليب التور اترك هذيك لأمه هذا شبعان من حليب أمه هذا شبعان من حليب البودرة. كيف كتب الكتاب؟ يوم من الأيام حكينا قبل هالمرة إجت بنته من المدرسة بنته صغيرة صف أول صف كذا لسه بعدها كتير صغيرة فمعطينهم في المدرسة عم يعلموهم القراءة وعم يعلموهم المنطق إنه كيف أنت تفكر منطقيا. حاطين ثلاث أسئلة. السؤال الأول بقول لك الأرنب هل يقفز الأرنب؟ الجواب نعم. والبنت يا حرام إنه كتير متضايقة لأنه مثلا حاطة الجواب الأول صح. السؤال الثاني مثلا هل يبيض الديك؟ الجواب نعم. لا فإن حط الجواب كذا بعدين حاطين يجب أن يشرب جميع الأطفال الأولاد والبنات الحليب حط الجواب لا. المدرسة بالمدرسة حطت لها خطأ إنه ما جابت علامة ممتازة لأنه أنت جاوبت على الجواب على السؤال الأخير إجابة خاطئة. يعني شوف السؤال الأول كذا السؤال الثاني والجواب الثالث إنه كيف بدك تجاوب كذا نعم 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 بده يصير في برمجة فكرية موجودة. روحت تبكي على البيت بتقول أنا ما أخذت علامة كويسة لأني جاوبت عليها طلعت الإجابة خطأ. وهي بتعرف أهلها عم يربوها إنه شرب الحليب في منه ضرر في مشكلة. المهم هلأ هذا الكتاب Don't Drink Your Milk دائما ندور على البحث ما تسمعوا لي ما تسمعوا لحدا اسمعوا استفتي قلبك واقرأوا وشوفوا هالأدلة اللي موجودة. Don't Drink Your Milk وين المشكلة؟ الأول شيء رأس الهرم كل الحيوانات يلي على وش الأرض الإنسان هو الحيوان الوحيد يلي بيشرب حليب بعد سن الرضاعة. كل الحيوانات الثانية ما بتشرب حليب إشي بروح للحم وإشي بروح للخضار حسب طبيعة جسمهم حسب طبيعتهم. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيشرب حليب بشكل يومي ودائم وكذا وهيك بعد ما ينتهي سن الرضاعة. أكثر من 80% من الناس في العالم لاكتوز انتولرنت ما بيقدروا يتحملوا شرب الحليب لأنه بصير في انتفاخات معوية وبصير في غازات وبصير في إنه شيء كتير كبير. ليش؟ لأنه لاكتيز في هرمون معه موجود إنزيم موجود في الجسم هو يلي بيهضم الفاتسية اللي موجودة في الحليب حتى يكسرها ليه يقدر يهضمها لأنها بتكون كتير كبيرة وكتير تقيلة. فهل لاكتيز موجود عند الأطفال الرضع لكن بعد سن 5 سنوات مش موجود عند بني آدم غير نسبة قليلة جدا يلي هم بيكونوا حالات استثنائية. فوق 80% من الناس ما بيقدروا يهضموا الحليب بشكل طبيعي جسديا. شو النتيجة؟ نتيجة الموضوع أول شيء بهالكتاب بفرجي حالات والثلث الأخير من الكتاب كله عبارة عن دراسات بس. هالدراسات يلي موجودة في الجامعات أجريت هاي الدراسات وما في أي صحفيا ما في أي ظهور لإلهم مخفيا تحت الطاولة. حلو لأنه ما بهضم شو أول خطوة بتصير؟ تقريبا كل الناس اللي بياكلوا حليب بيلاقوا في عندهم تقرحات معويه وبكون في عندهم بواسير واشياء شبيهه تقرحات معويه ما بيقدر يهضم الحليب من كثر الانتفاخات والشغلات اللي عم بتصير. ادله خرافيه عم يفرجي الرابط بين اللوكيميا وشرب الحليب سرطان الدم وشرب الحليب عم يفرجي ادله خرافيه. المالتيبل سكليروسيس عم يفرجي ادله كلها هشاشة كلها عم يفرجي أدلة عم يحط الأدلة عم يفرجيك شو اللي عم يصير. بقول لكم يا جماعة حليب يلي عم تشربه غير إنه جسم الإنسان لو عم تشرب حليب الأم بعد سن 5 سنين ما فيك تشربه لأن الجسم مش ما بيقدر يشربه ما بيقدر يهضمه. منين بجيب الكالسيوم؟ لك الهواء بتعمل كالسيوم والهواء بتعمل فيتامين سي. جسمك وحده جسمه هين عايش على المي مثله هو عايش على المي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإنه جسم الإنسان مش مستعد إنه يهضم هذا الشيء بعد سن 4-5 سنوات. فما بالكم لما نكون مش عم نشرب حليب بشر عم نشرب حليب بقر يلي عندها العضلات نسبة العضلات كتير كبيرة وحليبها معد إنه يغذي نسبة العضلات الكبيرة كتير حتى الطفل عندها هالحمل إنه
يقدر ينمو بشكل كافي. فبسبب خلل التوازن هذا، خلل توازن الكالسيوم، الفوسفور، البروتين، نسب يلي موجودة فيها الحليب معدل لجسم هذا الكائن مش معدل لجسم كائن الإنسان عند الرضاعة. يعني أنا عم بحكي لو 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 عم يفرجي التجارب يلي صارت، جابوا يا ريت بني آدم، جابوا أطفال القردة إنه تشمبانزي وصاروا يشربوهم حليب بقر بدل ما يكون حليب بني آدم، بقول لك كأنه من العشرة كأنه مات أربعة والباقيين صار عندهم مشاكل كتير كبيرة، صار عندهم مشاكل كتير كبيرة، جهاز المناعة بيكون كتير مضروب. يعني إنه كتاب كامل بس بيحكي قاعد بالحالات اللي عم بتصير، بس عم بيحكي بالحالات اللي موجودة، نسبة الفوسفور، البروتين، الكالسيوم كلها بتأدي إنه الامتصاص ما بيتم. حتى الكالسيوم يلي بيقولوا عم تاخدوه من الحليب، تخيلوا الأسنان يلي شاف بالدراسات يلي حاططها لما تشرب حليب بيساهم في عملية تسوس والديكي تبع الأسنان. ليش؟ لأنه لكتير أسباب، واحد منهم إنه أنت لما تشرب حليب، الحليب يلي بيبقى في التم، مثلاً شربت كاسة حليب قبل ما أنام ضل في تمك بقايا حليب، الهونة ما بيقدر يهضمهم، بتضل موجودة، بتتحمض، بتتحول لحامض، الحامض هذا بهري الأسنان وغذاء للبكتيريا اللي موجودة اللي بتسبب عملية التسوس. أشياء مش معقولة. وتذكروا الحليب لما ينشرب بيعمل حامضية في الجسم، الشغلات الكيميائية كلها والسكر والأمور هاي لما تتاكل بتعمل حامضية بالجسم. مشكلتنا الأساسية موضوع الحامضية بالجسم سبب الأمراض، لأنه البكتيريا والفيروسات والأمور هاي ما بتعيش في وسط قلوي. لويس باستور يلي عمل المجهر، يلي فرج إنه أساس المشكلة في الميكروب، في نهاية حياته صار يقول إنه أنا كنت على خطأ، المشكلة مش بالفيروس، الفيروسات والبكتيريا موجودة في كل مكان، المشكلة في الوسط يلي هي فيه. إذا وسطك مناسب ما بتعيش، وإذا وسطك ضعيف بتعيش فيه. الرضاعة مهمة كتير، لأنه جهاز المناعة بينبني من خلال حليب الأم، خصوصا خلال السنة الأولى، مهم كتير كتير كتير، وإلا جهاز المناعة بيكون ضعيف، مسؤولية. هذا الكلام حليب البقر يلي عم يعطوه للأطفال، اقروا الكتاب وشوفوا هالبلاوية اللي عم بتصير، يعني شيء بيشيب شعر الراس. خلاص بدي بقى البحصة. قال في واحد مرته جابت ولد، هيك صار يغار منها الطفل، عادي أمه ترضعه ما أدري شو، بيقوم وبيحط لها على هي ونايمة على حلمتها سم. مين مات؟ السواق. يي يي يي. غار من الطفل، كيف بده يشيله؟ مات السواق. سو ما في اليوم، ما بقى في أمات. مرة سمعت اثنين نسوان قاعدة بقهوة، قلت لهم هيدي قهوة ولا جوزة؟ بده إياها ما تكبر صدرها، وصاحبها بده إياها تكبر صدرها، وعم بيحكوا ويتشارعوا اثنينهم. قلت لها كبري معمل وزاري معمل وشغلين اثنينهم، يعني إنه اليوم هيك ما بقى في امرأة، في بلاستيك كله. الجسد بلاستيك، الأم بلاستيك، الباي كله اصطناعي. بس نكون صادقين، ما بلزمنا شيء تاني. بس المؤمن لا يكذب، انتهى الموضوع، بس لا حاله ولا غيره ولا جواته كمان. وقت اللي سألوا للحبيب قالوا له، قال لهم أنا ماني مسلم. ثلاث مرات سكتوا، قالوا له طيب شو إذا مش مسلم؟ قال له أنا مؤمن. الفرق المؤمن ما بيكذب، كون صادق. اللي بيجامل بيكذب، يلي بيتواضع. مجاملات أنواك من الكذب، يعني 40 يوم ما بتكذب، 40 يوم ما بتجامل، 40 يوم ما بتستغيب حدا، ما بتدعي الله أدرى بحالي وأغنى عن سؤالي، أشياء كتير بتعملهم. بعدين المسبب محبة، وأن ترى الله في كل شيء. هي مدرسة العرفين ما أنها موجودة ولا بأي بلد عربي. خلص إحنا أحط من هيك ما بقى فيه. أنا الوحيدة بهالعالم العربي بحط القاعدة على الأرض وفتحت أمي. نادرا ما غير تيابي يعني، بس يتوسخوا وتغيروا ما زالوا نضاف، وما عندي قميص نوم مثل ما كنا بالضيعة، منين بتيابنا؟ نرجع إلى هالحياة البسيطة اللي عند البدو، هونيك البداية وما إلى نهاية، يا مدد. فإذا نرجع إلى هالطبيعة اللي بتقلك أمراض، المرض لحوي فيك، أنت المرض وأنت المريض، أنت الحبس وأنت المحبوس. هذا اسمه إيسايكتي بسموه. ما فيني إلك هيك. عبارة عن شاي معمول من مجموعة أشياء وطعمه مر، بس هذا، بس بهذا الشاي لوحده بيعالجه من السرطان. شوف قديه طعمة المر هي للمصران الرفيع وللقلب والشعر اللي بهر والأشياء. لأنه إحنا هلأ خلل التوازن عندنا، لأنه عم ناكل الحلو كتير، ما عم ناكل مر أبداً، نادر ما ناكل مر.
يلي بده ياكل حلو لازم ياكل مر. مر. والوسط ترمس، الجرجير، اللوز المر، بزر المشمش، مر. عندنا الاعشاب مثل القرقطيون، مثل شرش الرباص، ايه مثل الحنظل، بس بعدني ما جربت الحنظل، مثل الخله. في كثير شغلات بتكون مره كثير، وهي دائما انا ما في، يعني هو خلل توازن، خلل توازن. يعني اذا انا اكلت الحلو بدي اكل المر، اذا ما بدك تاكل مر كل وسط، حنطه كامله، رز كامل بشكل اساسي، وخضار المتوازنه، هذا الوسط. اذا انت ما بدك تاكل مر، لكن بدك تاكل حلو بدك تاكل مر، بدك تاكل انتبهوا الفاكهه البزر مر دائما، فبدي اكل فاكهه بدي اكل البزر برضه، ما بصير اكلها لوحدها، ما بصير القشره لوحدها او اللب لوحده، لازم يتاكل كله بشكل كامل، لانه هاي المواد بتعادل هاي المواد، والا بصير في خلل توازن بالجسم، بصير في اثار نفسيه، الاكتئاب كل اللي موجود تقريبا 99.9% سببه السكريات. اذا الناس وقفت السكر راح الاكتئاب. انا بس حس هيك بخوف او احباط او شيء، بسال حالي شو اكلت بكون سكر. بكون سكر، وبتقعد اسبوع الى 10 ايام عبين ما تروح. يعني لو فرضنا اليوم وقفت السكر بشكل كامل، بدي اعرف انه في عندي اسبوع لعشر ايام تيروح الاكتئاب. بس اذا باكل شيء مر بيساعد كثير، يعني ممكن اذا باكل لوز مر وشاي مر وشيء مثل هيك، بدل هالعشر ايام يومين بكون انتهت المشكله. في سر كبير بالشيء المر. علاج بيتر از بيتر. فحتى يعني حتى لما نشوف بافلام الكرتون بنشوف كيف انه بحطه، بكون هيك الطفل مريض وماشي مريض، عم تعطيه الدواء قاعدة بالمعلقة، بقول لها نو نو اتس بيتر، ما بدي اشرب، ما بدي، انه طعمه كثير مر وما بعرف، انه دائما كيف هالمر بكون علاج. والسبب انه المر علاج هو مش لانه المر انه المر منيح، لانه احنا عندنا خلل توازن كثير هلا. خلل انتهينا، خلل بالتوازن، الحقيقة ما لها نهاية، بس إذا ما في مر ما في حلاوة، على طول رح نكفي هالموضوع، لأنه ما في صحة بدون صحوة. قل لماذا تأكل؟ أقول لك منا.